فترة من الغياب يذكروننا بمشهد كأس العالم للأندية حينما كان جميلة الأجواء حلوة الأجواء يا هليلة يا عمر سبحان الله. موسم 2008-2009 أول موسم للمحترفين حينها ارتدى عمر عبد الرحمن القميص رقم 6 لأن فالدي كان القميص بالقميص رقم 10 ولعب على استاد محمد بن زايد في مباراة كانت منقولة للعين وحينها سجل في مرمى الأهلي وكان أول أهدافه وحينما حينها أطلقت لقب عموري الذي أصبح الاسم المشاع لهذا اللاعب. اليوم يواجه العين لأول مرة يواجه الحب والعشق يا لها من أجواء يا لها من أجواء رهيبة عجيبة جميلة من زمان بصراحة ما عشناها والله من زمان ما عشناها لا نبالغ ولا نقول لكن إنه موسم الإيجابية بإذن الله في كرة القدم الإماراتية. الكرة ترجع للسيريرو كرة للجزيرة في مكان سليم عموري السلام أمام المرمى زايد تأخر فيها هذه المباراة ما تبغي تأخر نسبة للتاريخ ومن حق العيناوية تبهون بالتاريخ لكن الجزراوية بصوت عالي يردون يقولون يا عيناوي لا تنسى في عهد الاحتراف أننا أكثر من انتصر على العين. كوزنوفيتش يسيطر عليها بيلعبها عالية أمامية باتجاه عمر عمر ومهند العنزي خذ عموري بشكل سليم لعبها لعلي مبخوت الجزيرة يأخذ زمام المبادرة مع البداية سلبي لك أن تحسب 47 مباراة متتالية بدون أي تعادل سلبي. عمر عبد الرحمن ومحاولة تأثير الجمهور وهذا شيء طبيعي على عمر اللي أول مرة يلعب أمام العين وضد العين. كوزنوفيتش يعني بصراحة مثل ما يقولون جاي يطل غلب الكل هذا التحرك الإداري الجزراوي الكبير وحينما تتحرك الإدارة الجزراوية فهي يعني تعرف ماذا تريد. صنعت فريق الأحلام في بداية الألفية بقيادة جورجوية وفريق الأحلام في 2010 والآن فريق أحلام آخر. عمر عبد الرحمن بيلعبها عالية عرضية داخل منطقة الجزاء الكرة تبعد من كايو تصل لبندر لحبنوات هجمة عيناوية يحيى نادر بيحاول لا زالت الكرة قائمة الكرة خلصوها الجزراوية عبد الله رمضان من أهم الأسماء السلام على كرة أمامية السلام وضربة حرة مباشرة هل تحضر البطاقة مباريات بلقطة رائعة جدا كما قدم الجزيرة في اللقطة الماضية كعب من مبخوت من بدايتها يا المخرج بدايتها يا دايركسر هذه فن كرة القدم فيها عطني كعب علي في البداية عطني استلام عموري عطني تمريرة عموري عطني انطلاقة علي هنا هجمة مثالية في كرة القدم الله 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 ضربة حرة مباشرة قبل كم من سنة لو نقول عموري يشوت على العين ما حد يصدق يسدد على العين ما حد يصدق لكن اليوم في عهد الاحتراف عمر على تنفيذ الخطأ وعلي مبخوت والله شكلها خطير جدا شكلها خطير جدا هل يتقدم الفخر مبخوت تركها العمر عمر عبد الرحمن على تنفيذ الضربة الحرة المباشرة لمصلحة فريق نادي الجزيرة تغيير القرار أحمر بطاقة حمراء لمحمد شاكر مدافع فريق نادي العين بطاقة حمراء لمحمد شاكر مدافع فريق نادي العين حكم المباراة وبناء على تقنية الفار اعتبر أن اللاعب كان منفرد انفراد صريح وتتوافر لديه كل مقومات الانفراد والفرصة المحققة وبالتالي بطاقة حمراء بطاقة حمراء هذه اللقطة حكم المباراة الآن بعشرة لاعبين العموم حالة مثيرة جدا سيتحدث عنها الكابتن فريد علي حالة مثيرة جدا مع بداية المباراة عمر على تنفيذ الضربة الحرة المباشرة عموري بيلعبها إلى خارج الملعب ضربة مرمى إلى خارج الملعب ضربة مرمى الآن ليكو كيف سيتصرف ليكو مدرب العين كيف راح يتصرف شوف محمد عبد الرحمن يذهب للمدرب اللقطة مطلوبة الآن وكايو يذهب أيضا للمدرب وبالتالي أعتقد سعيد جمعة سيصبح قلب دفاع شيوت كوزنوفيتش
إلى عمر عبد الرحمن، عموري بيلعبها، الكرة الماضية بتعدي 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 إلى خارج الملعب، ضربة مرمى ضربة مرمى، كرة من عمر باتجاه علي مبخوت، والتفاهم معروف بينهم أكثر من 10 سنوات مع منتخباتنا الوطنية. كذلك فوزينيتش هو صاحب السوبر هاتريك الوحيد في تاريخ مواجهاتهم. عمر بيلعبها باتجاه زايد العامري، زايد باتجاه عمر، عمر لزايد، زايد لعمر، يا سلام على الثنائية بيلعبها، لكن مع بندر الأحبابي، بندر بيحاول، وهناك خطأ يشير إلى حكم المباراة من عمر عبد الرحمن تجاه بندر الأحبابي، خطأ على عمر عبد الرحمن في اللقطة الماضية. في شد وجذب في المباراة. محمد فوزي، شوف دولي سابق، دولي حالي عموري، عمر عبد الرحمن، عمر بيلعبها أمامية، الكرة تصل جنوب أفريقي، زايد العامري، عمر زايد أمامية، لكن الكرة بتتخلص. ذلك لكل حادث حديث في شوط المباراة الثاني، كل يغني على ليلى وكل يجري حس. كرة راسية بتتخلص، ترجع مرة ثانية لبندر الأحبابي، الأحبابي فاول وخطأ لمصلحة العين ولمصلحة بندر الأحبابي، مع مطالبة عين مع مطالبة عينوية ببطاقة صفراء. نحطها، شفناها حطها في المخبل اللي ورا، المخبل اللي ورا يخوف، هذا مخبل بطاقة الحمراء، بس ما في شيء يستدعي ذلك. ضربة حرة مباشرة للزعيم، ضربة ركنية للعين، عجب بيلعبها عالية على القائم الثاني. هناك خطأ أو إيقاف للعب من قبل حكم المباراة، شيء حدث يبدو بين لابا وعمر قبل التنفيذ، قبل التنفيذ حكم بهدفين مقابل لا شيء. نقول لازال الأمل موجود، موجود. كرة رمضان أمام المرمى، سلام إلى ضربة ركنية جزراوية في غاية الروعة. رمضان لاشول، رمضان اللعيب، رمضان تقدم، خذ مهند بسهولة، عدى وسدد في الكرة الماضية، سدد في الكرة الماضية. ما أدري مهند شو كان يسوي في اللقطة الماضية. الكرة إلى ضربة ركنية، كلما ذهب عمر لتنفيذ الضربة الركنية هناك كلما تحرك الجمهور الجزراوي. الملعب منظره جميل، لو كل مباريات دوري مبكل، لو كل جولة عندنا مباراة في الدوري بهذا المنظر. الكرة لسالم راشد، سالم يتقدم، كرة بتتخلص، تصل للابا، لابا سينطلق، لابا جمعت بين الفريقين، سنتحدث عنها تفصيليا، لكن هجمة جزراوية. عبد الله رمضان إلى علي مبخوت، إلى عبد الله رمضان، يا سلام علي بكعبة، فوزي جزراوي، يا سلام عموري أمام المرمى، الله زايد مرة ثانية بيلعبها إلى ضربة ركنية، اقترب الجزراوي ولكن هناك رأي وتسلل. الله 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 الله، إني أرى أجمل مباريات الجزيرة هذا الموسم، أحلى مباريات الجزيرة أشوفها هذا الموسم، لكن هناك تسلل على زايد العامري في اللقطة الماضية، وبالتالي وجود ضربة حرة غير مباشرة. هذه الكرة اللي اصطدمت في مهند العنزي، راية وتسلل بعد ذلك. الكرة إلى العطاس، عطاس أمامية حلوة لعمر، يا سلام على اللقطة الماضية بين رمضان وعمر، رجعت مرة ثانية. الكرة إلى عمر عبد الرحمن، عمر لزايد، زايد لعلي، علي بيحاول لعبها لعموري على الجهة اليسرى لسالم راشد، عموري مرة ثانية، عمر يستعرض من خلالها، نشاها حلوة لزايد لعموري، كرة بتدخل. فوزي مع عمر، لعبها لعموري، تقدم من المرمى، يا سلام يا سلام، لكنها راحت. خالد عيسى يتصدى بشكل رائع وجميل لمحاولة عمر عبد الرحمن اللي اخترق فيها الدفاع، سدد هنا عموري، لكن خالد يتألق واليمين مو مثل اليسار. يا عمر راحت الكرة الماضية وعدت إلى خارج الملعب، عدت إلى خارج الملعب، ضربة مرمى، ضربة مرمى في الملعب لعبد الله رمضان، عبد الله لعموري، عموري عموري بيلعبها، لكنها خطأ كبير من مهند العنزي، رجعت مرة ثانية للعين أو للجزيرة، عموري بيحاول لكن تتخلص، رجعت عموري خذها بيلعب أرضية أمام المرمى، فلاح بيخلص مهند العنزي. الكرات تكون على مهند العنزي لو تلاحظون، كرة لعمر، عمر يا سلام لعبها لعبد الله رمضان، عبد الله ترجع الكرة مرة ثانية، عبد الله رمضان إلى عمر، عمر إلى علي، علي بيسدد الكرة، بيسيطر عليها خالد، نقاط غالية
لن تكون نقاط عادية أبدا في مباراة الليلة. عمر عبد الرحمن بيلعبها باتجاه علي مبخوت، علي بيلعبها أمامية باتجاه زايد العامري، مرة في سيريرو على الكرة لعموري على الجهة اليسرى. عمر يا سلام على كرة من عموري، ولكن قراءة رائعة لخالد عيسى حارس المرمى، قراءة رائعة حلوة، تمريرة من عمر عبد الرحمن، لمسات اللعيب ما يفقدها اللاعب، صعب. الكرة الماضية تتخلص ترجع لعلي عموري، عموري في منتصف الملعب، الكرة من خلال خطأ على يحيى نادر ولمصلحة عمر عبد الرحمن. هذا الخطأ وهذا الجانب الجزراوي، شايف جمهور الجزيرة هني يتابعون يعازرون، الموسم الماضي فازوا على العين ذهابا وإيابا، في مناسبتين وصل إلى مرمى العين وكاد أن يسجل. عمر عبد الرحمن أمامية حلوة لعلي مبخوت، علي مع مهند سدد كما دونه التاريخ والماضي في تاريخ مواجهاتهم. عمر عبد الرحمن، عمر إلى محمد فوزي، إلى عمر سيريرا، عمر هلا يعني هلا لاعبي الجزيرة توقف الآن تام، ما في حركة بدون كرة. وجوهن ربي يحفظك تبارك الرحمن، قولوا ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظك وتخدم بلادك وتخدم أهلك وتخدم دينك وتخدم إمارات المحبة والسلام، شبل من أشبال الإمارات. ضربة ركنية عالية عرضية داخل منطقة الجزاء، الكرة راسية بتعلو العارضة بتعدي إلى خارج الملعب. خلاص الشوط الأول في طريقه إلى أن ينتهي بالتعادل بدون أهداف. أبرز أحداث شوط المباراة الأول، طرد محمد شاكر في الدقيقة 12. فرقة السيد أحمد سالم تعلن نهاية شوط المباراة الأول بتعادل الفريقين بدون أهداف. الآن أقسمنا أن نبني، نعمل نخلص، مهما عشنا نخلص، دام الأمان وعاش العلم، عاش العلم يا إماراتنا رمز العروبة، كلنا نفديك بالدماء نرويك، نفديك بالأرواح يا عاش الدولة. لا يغيب أيضا مزيان عن فريق نادي العين، احتياطي الجزيرة عادل أبو بكر كحارس مرمى، سالم العيدي، مسلم فايز كمدافعين، سلطان الغافري، مراد باتنا، خلفان مبار، وها كلنا جزراويون بإذن الله. عمر عبد الرحمن عرضية شوتاني بالخطأ، علي مبخوت بيجرب وبيسدد بير، كان ممكن يخطفها في اللقطة الماضية. ياهي كرة، شوف خطأ من شوتاني مبخوت، ما يتفاهم في هذه الأماكن، جرب وسدد، لكن الذي أصبح أفضل هداف في تاريخ منتخب الإمارات الوطني، رقم كبير يا علي، مسؤولية كبيرة يا علي أن تكون أفضل وأعظم هداف في تاريخ الإمارات. الآن لزايد العامري، عمر عبد الرحمن خطرة لأنها بقدم عمر، عمر بيحاول وحكم المباراة يحتسب خطأ، حكم المباراة يحتسب خطأ لمصلحة عمر عبد الرحمن. شوف هذه الكرة وهذا الجمهور الجزيرة أعتقد على لقطة علي مبخوت، شوف هذه الكرة يعني هي شبيهة بلقطة كايو في الشوط الأول. هنا يحتسب الخطأ على يحيى نادر ولمصلحة فريق نادي الجزيرة. أيضا من الهدافين الجزراوية أتكلم علي مبخوت 11، حسين السيل 6، توني 5، جويل تيهي 4، بوزينيتش 4. أيضا النجم الكبير محمد عمر لعب للفريقين وسجل محمد عمر أهداف بقميص العين، لكن لم يسجل بأهداف بقميص الجزيرة في مواجهات الفريقين أتكلم تحديدا. محمد عمر هدف واحد هو اللي كان في مرمى الجزيرة. عبد الحميد محمد الحاضر في استديوهات أبو ظبي الرياضية، أحد أهم النجوم والأسماء اللي قدمها هذا اللقاء في سنوات طويلة. ما شاء الله عليك يا عبد الحميد، ما شاء الله
هو صاحب ثاني ثنائية في تاريخ مواجهات الفريقين، الجناح الطاير عبد الحميد بن محمد، لأن صاحب أول ثنائية محي الدين هبيطة زمان زمان. والأيام تمضي كثيرة، لعبت الفريقين وأسماء في عزها وفي نجوميتها. كرة ملعوبة تصل الآن لخلفان، خلفان عدى، خلفان ترحم عبد الرحيم وهلال وسبيت وعبد الله موسى. شفنا أسماء وشفنا أوليفييرا وشفنا سوبيس وشفنا صفقات بالملايين شفنا، واليوم يرجع الحال هو الحال بنفس الدعم. هنيئا لكم. كرة ملعوبة الأولى في دورينا، خلفان عموري عموري عموري، خلصها راشد، خلصها عمر، مراد باتنا، كرة رجعت حلوة لمراد باتنا، خلصها، خطأ يحتسب على فلاح أيضا في اللقطة الماضية. هالمرة دور الجزراوية يطالبون أيضا ببطاقة صفراء، يعني الكرة لمراد باتنا. جمعة رجعت الكرة مرة ثانية، سقوط بندر الأحبابي مصاب على أرضية الملعب، سقوط بندر الأحبابي مصاب على أرضية الملعب. ألف سلامة، ألف سلامة، ألف سلامة، إن شاء الله مشاهدة. وتلاحظون هل تضاربت أدوار عمر عبد الرحمن مع خلفان؟ هذا خلفان يحاول، مراد بيلعباتنا، مراد باتنا إلى عمر عبد الرحمن، عمر بيلعبها عالية وعرضية باتجاه علي مبخوت، الكرة بتتخلص، الكرة بتتخلص. ناوي يجهز الآن اللي هو إدريس، أمامية بيسيطر عليها خالد عيسى إلى عموري، عموري لمراد، تسديدة قوية بتعدي إلى خارج الملعب، ضربة مرمى، عدت إلى خارج الملعب ضربة مرمى. إدريس سيكون مكان من؟ شوف هذه المحاولة وهذه التسديدة، إذا فلاح. سالم راشد، سالم راشد يحاول، سالم خلصت الكرة، الكرة الماضية بيلعبها عموري، الكرة إلى خارج الملعب ضربة مرمى، قريبة عجيبة، رجعت ارتدت للجزيرة، عموري أمامية يا يحيى نادر خلصها، رجعت الكرة مرة ثانية لعلي مبخوت، يا سلام يا يحيى، يحيى النادر الليلة، النادر الليلة، زخم جماهيري، زخم الكرة الماضية، الكرة الماضية توقف الكل على أساس أنها لمسة يد، لكن حكم المباراة أعطى الاستمرارية. رجعت الكرة لمراد باتنا، الكرة الآن لعمر، عمر إلى علي مبخوت، خلفان مبارك، أمامية لعمر، لعلي مبخوت أمام المرمى لكنها بتتخلص. لعبة الكرة الآن للجزيرة، عمر عبد الرحمن حتى الآن ولا دخل إسماعيل، الكرة لعمر عبد الرحمن تصل لمراد باتنا، مراد نحن في الوقت بدل الضايع في الدقيقة الثالثة، سالم راشد، سالم أمامية لمراد باتنا، خلصت عبد الرحمن، الآن ترتد الجزيرة، الكرة لعموري، الكرة لعموري في منتصف الملعب، بيلعب لعلي مبخوت، علي مبخوت بيلعب أمام المرمى، خلفان مبارك، خلفان 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 إلى عمر، عمر أمامية باتجاه محمد فوزي داخل منطقة الجزاء لكن مهند بيخلصها. دقيقتين العين يرفع رصيده إلى 13 نقطة، وكذلك الجزيرة يرفع رصيده إلى 11 نقطة لتحتدم المنافسة أكثر وأكثر في دورينا. شكرا للفريقين على ما قدماه في هذه المباراة، شكرا للعين، شكرا للجزيرة، شكرا لجماهير الأمة العينوية، شكرا للجماهير الجزراء.